قل لنا يا سمعان من الذي تحمل على ساعديك في الهيكل مبتهجا ومن الذي تخاطبه هاتفا الآن أطلق لأني قد عاينت مخلصي فهذا هو المولود من العذراء هذا هو الكلمة الإله من الإله الذي تجسد من أجلنا وخلص البشر فله نسجد الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام فإن عيني قد رأت خلاصك نورا ينجلي للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل أيها المسيح الإله يا من بمولده قدس المستودع البتول وبارك يدي سمعان كما يلي لقد بادرت الآن أيضا وخلصتنا فاحفظ رعيتك بسلام في الحروب وأيد عبيدك الذين أحببتهم أيها المحب البشر وحده آه.